وبسبب مشاركة بيكي في هذه المباراة الفاصلة، عشاق المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا مضطرون للانتظار قليلا قبل مشاهدة هذه الفنانة ذات الأصول اللبنانية على منصة السويس، إحدى منصات مهرجان موازين. فشاكيرا التي وصلت في وقت متأخر من ليلة أمس إلى المغرب ترغب في متابعة المباراة التي يخوضها صديقها بيكي على أن تصعد منصة السويس مباشرة بعد ذلك. مرحبا.